اسمي كريم محمد عناب، مواليد 87، 34 سنة. بلشت السباحة في نادي مدينة الحسن في إربد من عمر 5 سنوات، وبعديها كملت مع النادي لغاية 2003، انتقلت بالسكن بعمان، وبهذه اللحظة كنت أنا مع المنتخب الأردني للسباحة، فضليت مع النادي وكملت التدريبي بعمان مع المنتخب الأردني. متزوج حالياً، عندي بنت وولد أركان وأرمايا. درست إدارة الأعمال في جامعة اليرموك في إربد، وحالياً مدرب لنادي مدينة الحسين للشباب للسباحة. صراحة من البداية، من صغري كانت هي والدتي كانت رياضية، فهي اللي شجعتني على الرياضة وعلى السباحة بالبداية. فبعديها صراحة ظليت قلبي ظل معلق بالسباحة، فحكيت لا خليني أرجع وأفيد السباحين وأفيد المجتمع بالشغلات اللي هي عندي للسباحة اللي تعلمتها أنا من الخبرات الحياة. محلياً قدرت أني أحصل تقريباً فوق 400 ميدالية من مراكز متنوعة، وعربياً عندي 5 مراكز بين ذهب وفضة وبرونز. من أهم البطولات اللي شاركت فيها كان دورة عربية للناشئين للسباحة هون عندنا بالأردن، قدرت أني أحصل فيها على المركز الأول، وكان صراحة فخر واعتزاز لي لأنه كانت أول ميدالية عربية للناشئين بالسباحة للأردن بهذيك الفترة. فعليا بالنسبة لي هذا المسبح هو بيتي الثاني، يعني قضيت أغلب وقتي هنا. بالصيف كان في عندنا تدريبات صباحية ومسائية في هذا المسبح، وخصوصا هذا المسبح المسبح للهم في مدينة الحسين للشباب، لأنه أغلب إنجازاتي كانت اللي أنا بعتز فيها كانت على هذا المسبح. أنا حاليا مدرب سباحة في فريق نادي مدينة الحسين للشباب، وأنشأت أكاديمية بال 2018 لتعليم وتدريب السباحة. الهدف منها توسيع قاعدة السباحة عندنا في الأردن، وبنفس الوقت أطبق المهارات اللي أنا استفدتها في حياتي في السباحة بتدريب الناشئين على السباحة. السباحين صراحة الله يكون بعونهم، يعني بوجهلهم يعني الرسالة اللي هي أنا وجهتها لحالي بالزمانات، اللي هي الصبر، المثابرة والجدية. هي أكثر سباحة بدها صبر ومثابرة وجدية، فعلياً لازم يلتزموا فيها عشان يحققوا إنجازات اللي هم بدهم إياها وبتطلعوا عليها وبتطلبوا بالسباحة.